العاصمة دمشق ومن ساحة الأمويين انطلق ماراثون السلام بالتزامن مع انطلاقه من محافظات سورية مختلفة بمشاركة أكثر من 15,000 سوري ليقولوا بس سوريا بلد السلام. تابعونا بهالتقرير لتشوفوا التفاصيل. 9:63 لسوريا ونرجع مثل قبل وكلها بإيد واحدة. هلا حاليا يعني كثير فرحانين، الناس كثير مبسوطين، حتى الاولاد الصغار البسمة كثير حلوة على وجوههم، ونحن هاد يلي كنا بدنا نوصله.